والله شوف احنا نقول دائما احنا نقول الردي في البودلة لكن الكابتن دياز في مؤتمر الصحفي ورئيس النادي يرفضون هذه العباره واحنا نحترمها يقول احنا اللاعبين المتواجدين في قائمه الفريق كلهم اساسيين واحنا نلعب سواء غاب المعيوف فبدله الحبسي غاب الكابتن اسامه فهناك الحافظ غاب المهم يعني عباره يقولون للرياضيين لا تقولوا ان هناك فريق الف وفريق باء او فريق الاساسي وفريق الرديف متواجد في نادي الهلال، جميع المتواجدين في نادي الهلال هم الفريق الاساسي. انا اشوف ان هناك مباراه حتكون قويه غدا بين الفريقين.